انا اعتقد هذا الجدل ايش ترى جدل ماكو ياخذون جماعه كتله اكبر ومن يشكل رئيس وزراء هاي حكايات ايش ولا علاقه. المساله تحسم خلال هاي الايام. الدستور ايش قال؟ قال المجلس النواب الجديد اول ما ينتخب رئيس مجلس النواب، ثانيا ينتخب رئيس الجمهوريه، وثالثا رئيس الجمهوريه يكلف. اي فعند انتخاب رئيس مجلس النواب المسرحيه تنتهي. ليش؟ قل لي، اسالك السؤال التالي. اي يعني السيد الحلبوسي يرشح نفسه المجلس النواب، زين الحلبوسي يعوف الصدرين 73 صوت، ويعوف الاتحاد الديمقراطي الكردستاني 32 صوت، اكثر من 100 صوت، ويروح يدور لي واحد هنا اثنين بامتداد ثلاثة حركة شواق مش اسمه شايل يعني. والله يا جماعة الأخوة الكرام يناقشون بشيء محسوب أصلا، لأن المسألة انتخاب رئيس المجلس النواب هو انتخابا لرئيس الجمهورية وانتخابا لرئيس مجلس الوزراء، يعني العقبة الكأداء في انتخاب رئيس مجلس النواب وليس رئيس الوزراء. شوف له على حضرتك، لان ما يصير خاصه رئيس مجلس النواب انه الصريح يعني مو مثل رئيس الجمهوريه ممكن الجوله الثانيه حتى لو 10 ينتخبوه، رئيس مجلس الوزراء والوزراء اغلبيه بسيطه.